تعيش هنا في موريال في كندا، وسمعنا هذا الخبر ديال البرلمانيين المغاربه اللي دارت بهم الدائره ولاو تعيشوا مساكن في شي ظروف هشه، وانا شفت بانهم الواجب عليا الواجب الوطني انني خصني نساهم معاهم شي حاجه في هذه الظروف الصعبه. اللي قدرت عليه هو هذا، هذه مخده صيفطتها لهم باش يتكاو في البرلمان. هذه واحد نونوس اللي يعطيو لولادهم يلعبوا به، هذه ديال العربيه باش شويه هكا يبداو يقراو شويه عربيه ويعرفوا يكونوا جمال فيهم فعل وفاعل وفعل به. هذا صباط ديال الثلج باسم البرلمانيين اللي تيمثلونا في المناطق الثلجيه والجبليه، هذا صباط مزيان لهم، بقات لي غير فرده اخرى ما عرفتش. هذا كابوس لولادهم باش يلعبوا، راه باقي مزيان، خصو غير مزيان باقي مزيان. هادو تقاشر باقيين مزيانين، دوز ما كملش عام حتى هما راه مزيانين. هادو واحد شويه ديال ليكوش راه نقية، ماشي دغيا مع المسخة، ليكوشة يلعبو بها. هادو طرونش ديال الخبز، شويه ناصحين ولكن مزيان مع شويه مزيانين صراحة. هادا شويه دونتي فريش حط عليا، هاهو دونتي فريز. هادي شتي ديال السنان راه ما مستعملهاش ما كملش عام. هذه صابونة راه الله استعملتها هي راه باقا مزيانة ماشي مزيانة. هذا دانون، دانون هو بالفريز، ها هو فرومبواز وشي خلا. هذا واحد شينا ديال فخط ركبة ديال الدجاج، باقا مزيانة باقا مزيانة. هذا سيرو ديال النعاس، لا سيرو ديال النعاس باش هما ناسين بلا سيرو. هادو دواء مزيان لولادهم، وهادو قويلبات حتى هما راه مزيانين باقيين، ما بريميوم باقي مزيانين. دابا هادشي انا غنديه للمطار ونطلب شي مغربي اللي مسافر باش يوصلوا ليا، ولكن فين غيوصلوا؟ خصو يوصلوا للرباط ويدوا ليد رئيس البرلمان باش هو يعطيه الطريقه ديالو، يعطيه الناس اللي هما محتاجين. يمكن هذه المساهمة ديالي، وانا تن نداء جميع المغاربة المقيمين على برا، مغاربة العالم، حتى هما يساهموا بداك الشيء اللي عطى الله. دابا غنمشي للمطار، المطار ديال تريدو. شكرا جزيلا، الله يعاونكم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.